اهلا بيكم معانا في اولى حلقاتنا واولى رحلاتنا من برنامج رحله سعيده. كلنا بنحب الرحلات، وطبعا كلنا اكيد بنحب السعاده، واسعد الاوقات بنقضيها مع اكتر ناس بنحبهم وبيحبونا، اهلنا. ببرنامج رحله سعيده بنستضيف اسر كامله، بنقعد مع بعض، نتكلم مع بعض، نلعب مع بعض، وناخدهم رحله يسمعوا حواديت، يعرفوا حكايات كتيره جدا. مهم جدا جدا الوقت اللي بنقضيه سوا مع بعض، والكنز اكيد في الرحله. رحله سعيده دايما بيبقى معانا اسرتين، والنهارده اسرتنا نوروا وشرفوا ومستعدين علشان يبداوا رحلتنا النهارده. فيلا بينا اعزائي المشاهدين، يعلن برنامج رحله سعيده عن بدء اولى رحلاته. يلا بينا عشان نلعب بسرعه. اهلا بيكم معانا مره تانية، ويلا بينا بقى نرحب على طول بضيوفنا ونبتدي على طول في الموضوع ونخش نعرف ايه الاسامي، ونبتدي من يمين عائله الاستاذ عمر. استاذ عمر ازيك، عامل ايه؟ كويس. ايه رايك تنزل ايدك كده وتورينا اسمك ايه وعندك كام سنه وتتكلم كده؟ اي اتفضل. انا عندي 7 سنين. فير 2. وانا اسمي عمر. وشقي عمر. بلعب كوره. وباسكت بول. وخلاص كده. رياضي انت. وشقي ولا مش شقي؟ نص نص. نص نص، انا اعرف النهارده نص نص ولا لا. ماشي اتفضلي. كندا. كندا، عندك كام سنه يا كندا؟ عندي 11. 11 سنه، طب عرفينا على نفسك اكتر. بحب الفولي والكيك بوكسنج. اوكي. والرسم ساعات برسم حاجه. ساعات بترسمي؟ بتعملي حاجات فنيه تانيه غير الرسم؟ ممكن الون ساعات. ماشي، اوكي. ماما. انا اسمي شاهي، انا كنت بشتغل مع الولاد في في المدرسه اساتذه مسؤوله انضباط. بس يعني اخبار الانضباط عندكم ايه في البيت؟ لا حلو لطيف. لا حلو. هنشوف. لا لطيف. هنشوف في رحلتنا النهارده. اكيد مش هيحرجوني. ان شاء الله. ولا ايه؟ ان شاء الله. ايوه تامر. تامر ابو السعود. ايوه. كيميائي اشتغل في فصل الغازات. عندي 41 سنه. ومسؤول عن الاسره الظريفه الجميله دي. عمر فاهم بابي بيشتغل ايه؟ بيشتغل شغل عادي. الشغل العادي اللي هو ايه؟ فاهم يعني ايه كيميائي؟ لا مش فاهم. صح؟ اوكي هنتكلم في الموضوع ده بعدين. الاسره الثانيه بقى استاذ احمد، نبتدي بالاستاذه لميتا. اسمي لميتا احمد الجندي. ايوه. عندي 8 سنين. بريمير. بمثل. ياتي. وبلعب جمباز وباليه. وطعمه قوي. اوكي استاذ ياسين. ياسين احمد الجندي. عندي 11 سنه. في جريد 6. بمثل وموديلنج برضو. بتحبوا الفن انتوا، واضح ان انتوا ايه عيله فنيه جدا. واحنا داخلين في مسرحيه. في مسرحيه بتاعت مسرحيه. لا هتقعد تحكي لي الموضوع ده ارجوك. اوكي. وبوكسنج. ماشي. بوكسنج. تلعب بوكسنج. هنشوف الحاجات دي كلها النهارده. نيلي صلاح. ايوه. ليسانس اداب. وبلعب بوكسنج مع ياسين. حبايبي احيانا يعني. بس بتلعب بوكسنج مع بعض؟ هو اقوى مني بصراحه. استاذ احمد. احمد الجندي سيفل انجينير بزنس مان. وبعود القصه زي ما انت شايفه بوكسنج وبوكسنج عشان يعرفوا يتعاملوا معايا. طب احنا واضح ان في هنا ميول فنيه وهنا ميول رياضيه مبدئيا، صح كده؟ طيب هنشوف النهارده الميول الفنيه والرياضيه هيعملوا ايه. بس قبل ما نبتدي رحلتنا احب ان انا اقول لكم شويه حاجات لازم نبقى ملتزمين بيها خلال رحلتنا، شويه قواعد كده. اول قاعده من القواعد بتاعتنا ان احنا النهارده مش ناويين نمسك الموبايلات بتاعتنا خالص. اوكي. يس. يس. عجبك الفكره دي؟ معلش بقى. معلش ما ينفعش الاب هو اللي يبقى متضايق. طيب. احنا عايزين نقعد مع بعض بقى، فمعلش النهارده. تاني حاجه ان احنا لما نلعب اي لعبه هنلعبها في الاستوديو بتاعنا الحلو ده والعالم بتاعنا الحلو ده لازم نشيل ورانا ونروق ورانا الحاجات. ما عرفش تعملوا كده في البيت ولا لا؟ لا لا بس هنعملوا كده هنا. هنعمل كده هنا مع بعض. لا لا عشان لا بس لا نبقى واضحين. لا اتس نوت ان اوبشن. انا اسفه ان هو قاعده وشرط عشان نبتدي الرحله بتاعتنا، فانا اسفه ان انا بقول لك ده هيحصل كده كده. اوكي اوكي. في الوقت اللي احنا بنلعب فيه بقى اطفال بس، في عندكم وسائل مساعده. اولا استدعاء ولي امر، وده هيبقى احلى استدعاء ولي امر ممكن ان انتوا تستخدموه علشان هم يبقوا بيساعدوكم ان انتوا تكسبوا في لعبه، فده هيبقى حلو جدا. او الشرط الثاني ان انتوا هتغنوا، فاحنا نستحمل بقى ونغني مع بعض. اوكي. اهم حاجه بقى اخر قاعده عندنا يا استاذ انت وهو، ان احنا ما عندناش لعب فيه عنف خالص، ما بنستخدمش العنف خالص.
تحبوا نعرف هنعمل ايه النهارده؟ يلا بينا. يس. طيب اولا هنبدا بشويه اسئله كده متنوعه وبعد كده نسخن يعني، وبعد كده نخش على لعبه التوازن اللي محدش بيكسب فيها، وبعد كده احنا طبعا عارفين ان احنا في عصر التكنولوجيا فعاملين حسابنا وعندنا لعبه لذيذه جدا مع الفي ار، وبعدين نروح نسمع حدوته حلوه جدا مع ماما سماح، وبعد كده هنقعد نلعب بقى العاب مفاجاه هفاجئكم بعد يعني ساعتها بقى نعمل ايه، وبعد كده عندنا جزء تاني من الرحله هيبقى فيه العاب التسعينات اللي هي بقى نشوف بابا وماما هيتالقوا فيها ازاي، وعندنا العاب التحدي تشالنج بقى كل الاسره هتبقى بتشترك فيها، وبعدين هنطبخ هنخلي ماما النهارده بقى تريح شويه ونطبخ احنا بقى مع بعضينا احنا كده خش كل المطبخ ونعمل حاجه. انا كل يوم بقى بالفطار يا ولد هتساعدني بقى وهنعمل حاجه لذيذه ومفيده اكيد. اوكي. وكمان اكيد هنبقى بنلعب بالبلاي ستيشن عشان احنا برده مش ناسيين ده. ها. وهنسمع حدوته حلوه جدا من التاريخ بتاعنا مع يحيى وكنوز. اوكي. وعندنا كونكت فور كمان يا جماعه خطيره دي اللي هنختم بيها دايما. اوكي. هل انتوا جاهزين عشان نبتدي الرحله بتاعتنا؟ جاهزين. جاهزين. ليتس جو. ريدي ريدي يعني؟ طب عايزه اعرف بقى مين جاهز اكتر؟ مين؟ طيب اما نشوف. طيب هنشوف بقى انتوا عارفين بعض قد ايه، ودي كده ايه نتعرف على بعض بشكل يعني مختلف. طبعا احنا قعدنا معاكم قبل التصوير وعرفنا بعض الاجابات، فهنشوف انتوا عارفين عن بعض ايه. اوكي. هوجه سؤالي الاول للاسره اللي على يميني. استاذ تامر، ايه اكتر كرتون كندا بتحبه؟ هو اكتر حاجه بلاقيها شغاله في البيت جامبل. جامبل. برافو. ايه يا ماما اكتر كرتون عمر بيحبه؟ عمر بيشغل الكرتون بس ما بيتفرجش عليه، بس هو بيحب مستر بين صح؟ وايه كمان ما قالش كده؟ ايه ده ما قلتش مستر بين. الله. ده بس لسه. طيب ايه امال اللي بيبقى شغال ده بيبقى شغال؟ طب انا بفكر كده حابه اتفرج جامبل. جامبل برضه؟ برضه. طيب شفتي بقى ماشي على خطى اخته. انا بروح اجي الاقي حاجه مختلفه. لا والله واضح ان احنا زي الفل جدا جدا. طيب هسال استاذ احمد، ايه اكتر كرتون ياسين بيحبه؟ هو عموما بيحب الانيميشن. ماشي. ايه بقى اكتر يعني كرتون؟ اجابه ديمقراطيه مش هاخد بينها حاجه. اعتقد ماما داكس. عارفة. داكس او داكتس حاجه كده. داكستر. ايوه بالظبط بس يعني ماشي. صح. ماما انت بتقولي لا. انت بتقولي ايه؟ بقول يا اما دراجون بول يا اما بليك جوكو. انا اسفه ان بابا عارف اكتر. نللي بابا عارف اكتر. ده كرتون يا نللي مش انمي. اوكي انا ما اعرفش. طب ماما لميتا بتحب تتفرج على ايه؟ لميتا بتحب تتفرج على مسلسلات. لا في كرتون بتحب تتفرج عليه. توم اند جيري؟ لا مش توم اند جيري. مش عارف هالك ولا مين؟ ايه؟ قولي. فتيات القوة. فتيات القوة يا ماما. فتيات القوة. ماشي نسأل سؤال هنا اهو ونقول ايه اكتر شخصية انمي او سوبر هيرو عمر متعلق بيه جدا وبيحبه جدا؟ سبايدر مان. ايوه سبايدر مان. ماما ايه اكتر سوبر هيرو او شخصية انمي كندا بتحبها؟ سوبر هيرو معروف على فكرة. سوبر هيرو. عندي منها كل حاجة. بص لها كده. بص لها. شوفي هاري بوتر. ايوه هاري بوتر صح. ايوه عندي منها كل حاجة. ايوه بقول لك بص لها كده هتعرفي متأثرة بإيه. هاري بوتر طبعا. ماشي ماما نيلي قولي لي ايه اكتر سوبر هيرو متاثر بيه الاستاذ ياسين؟ جوكو. ايوه برافو. بابا لميتا. مامي. لا لا حاجه كيوت كل البنات بتحبها. جدا. بنزل. عندها عالم. سندريلا. لا طبعا. وبنزل. انا عرفت انا عرفت اللي عندها عالم. انت عرفتي اصلا هي مش عارفه بتاعتها عرفت. ها قولي ايه طيب؟ اليسا. لا مش اليسا. لا مش اليسا. ايه ده كل ما حدش عارف؟ ايه ده؟ قولي لهم انت يا لميتا. عندها عالم؟ باربي. باربي يا جماعه باربي. بتحب باربي. انا باربي. ماشي اوكي. طيب نسال سؤال تاني، ايه اكتر مكان بيحب عمر يروحه في الاجازه؟ اكيد يروح يلعب كوره. بابا؟ هو عمر بحب. لا كندا. كندا بتحب تروح فين جدا 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 جدا؟ ما تغششوش يا كندا شايفاكي. لا بتروح بتحب مكان صيف يعني مصيف. إيه؟ فين اكتر مصيف بتحبه؟ الغردقه. الساحل. لا ايه السخنه. لا لا برضو قبل كده. بتسافري فين؟ الساحل. الساحل. ايوه ماشي كندا عايزه توقعي في الكلام. اوكي ماشي كندا لذيذ لذيذ الكلام ده. يلا نقول هنا ياسين بيحب يروح فين؟ يسافر يروح فين؟ جبان. لا جوه مصر. هنا جوه مصر. لا جوه مصر. بيحب يروح فين؟ الغردقه. الغردقه. الغردقه.
ماما عارفه. ولميتا غردقه برضه. غردقه برضه. والله شاطرين جدا جدا جدا. طب واضح ان انتوا يعني انا حاولت ان انا اوقع بينكم، وحاولت ان انا ايه اعرف اذا كنتوا انتوا عارفين بعض ولا لا.